إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم وصفة أكثر من رائعة، سريعة الفعالية. إذا داومتم عليها مدة 5 أيام ستفقدكم حتى 4 كيلو، وستذيب دهون البطن التي يصعب التخلص منها. إذا صديقاتي، لتحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى مكونين فقط. أول مكون سوف نحتاج إلى الليمون، أفضل ما يكون لخسارة الوزن للحصول على قوام منحوت ورشيق، لأن الليمون يتميز بانخفاض السعرات الحرارية والدهون فيه، وتناوله يعطي إحساس بالشبع والانتعاش، كما أنه يعمل كمنقي أو ديتوكس للجسم من السموم وينظف الجهاز الهضمي. وفيما يخص المكون الثاني هو الشاي الأخضر. نحن المغاربة نتناول الشاي الأخضر بشكل كبير، ولكن طريقة تناول هذا الشاي لا تنحف، لأننا نضيف له السكر، والسكر غني بالسعرات الحرارية. يجب تناول الشاي الأخضر بالطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن وإذابة الدهون، لأنه فعال جدا، يقوم بحرق العديد من السعرات الحرارية وخاصة في منطقة الكرش، فيمنع تجمع الدهون وهو يقلل نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يخفض نسبة الدهون المتراكمة في الجسم. إذا سوف نبدأ بتحضير الوصفة، وسوف نحتاج إلى إناء بهذا الشكل يوضع فوق النار. أولا سوف نقوم بتقطيع الليمون. الليمون يجب أن نحتفظ بقشره، لأن قشره فيه العديد من الفوائد، وهو يحرق الدهون بطريقة رائعة جدا. إذا نقوم بتقطيعه إلى دوائر بهذا الشكل. سوف نستعمل نصف ليمونة واحدة هو كاف طبعا. ثم سوف أضيف الشاي الأخضر، ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر. ثم سوف أضيف مقدار 2 كوب من الماء. ثم سوف أضع هذا الإناء فوق النار حتى يغلى جيدا، ثم سوف أزيله. الآن سوف نقوم بتصفية هذا المشروب، نحصل عليه بهذا الشكل. سوف نحتاج إلى كأس طبعا، وإلى مصفاة لكي نقوم بتصفية المشروب. إذا نحصل على هذا المشروب بهذا الشكل. وطريقة استعمال هذا المشروب، يجب تناول هذا المشروب بعد الأكل 3 مرات في اليوم، والمداومة عليه يوميا، وفي خلال أقل من أسبوع ستخسرون حتى 4 كيلوغرامات، وسوف تتخلصون من بروز الكرش، لأنه سوف يذيب الدهون الزائدة والتي تعطي مظهر غير جميل. هذه الوصفة هي مجربة ومضمونة، وهي للنساء كما أنها للرجال، ويمكنكم تحلية المشروب بالقليل من العسل، ولا أنصحكم بوضع السكر أبدا. كما يجب أن يشرب هذا المشروب وهو دافئ،
إذن صديقاتي، أتمنى أن تفيدكم هذه الوصفة لأنها بالفعل رائعة. أتمنى أن تجربوها وأن تعطيكم النتائج المرادة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، عملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.